مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع طقس شديد الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة، درجات حرارة بالأربعينية، وأيضا موجة غبار قوية ستشهدها المملكة بعد يوم الأحد، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. مشاهدينا، فاصل ونواصل. وعلى الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر وتبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة تؤثر على أجواء المملكة، وبالتالي تستمر درجات الحرارة مرتفعة وتستمر الأجواء حارة بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة في الرياض هذه الليلة أجواء مغبرة وحارة نسبيا، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء حارة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 42 درجة مئوية، وأجواء حارة نسبيا أثناء الليل، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 31 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين فهي أجواء حارة وجافة ومغبرة أيضا، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح في معظم المناطق، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 44 درجة مئوية، بينما الأجواء بالليل راح تكون أجواء حارة نسبيا ودرجة مع أجواء مغبرة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 29 درجة مئوية. تستمر موجة الغبار تؤثر على المملكة يوم الثلاثاء أيضا، فتبقى الأجواء حارة وجافة ومغبرة، وأيضا الرؤية الأفقية متدنية، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 39 درجة مئوية. وليل الثلاثاء ليلا تبقى الأجواء حارة نسبيا ومغبرة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 28 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في شمال المملكة والمناطق الشمالية الغربية من المملكة أجواء مغبرة، في سكاكا الحرارة وحارة طبعا الأجواء، سكاكا 42-22، عرعر 41-20، وتبوك 37-18 درجة مئوية. المناطق الغربية أيضا أجواء حارة، المدينة المنورة 44-30، مكة المكرمة 43-28، وجدة 36-27، الطائف 34-23 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء تقريبا في الباحة العظمى 29 والصغرى 22 مع ظهور بعض السحب المنخفضة، ومنطقة أبها 32-19، وجازان حارة نسبيا إلى حارة 34-29 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة أجواء حارة، الدمام 40-31، حفر الباطن 41-28، الإحساء أجواء مغبرة ودرجة الحرارة العظمى حارة طبعا العظمى 44 والصغرى 31 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، حائل 40-25، بريدة 42-30، والرياض 42-31 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة، وشكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.